أرحب بحضراتكم. اليوم نستكمل الحوار الطيب مع فضيلة الإمام ونتحدث عن فكر الجماعات المتشددة. تحدثنا في أكثر من فرع وأكثر من قضية تتعلق بالفكر المنحرف والفكر المتشدد والمتطرف. اليوم نأخذ منحى جديد هو منحى فهم النصوص سواء كانت من القرآن أو من السنة. هذا الفهم الذي لا يبنى على معرفة صحيحة بقواعد اللغة العربية، فبالتالي يكون إدراك وفهم هذا النص هو فهم خاطئ، وبالتالي يفهمه بشكل خاطئ ويتشدد بل ويتطرف في هذا الفهم ويبني عليه أفعالا واستنتاجات كثيرة. اليوم في حلقة هذا المساء مع فضيلة الإمام نناقش أهمية الإمام باللغة العربية وقواعد اللغة العربية وإعمال هذه القواعد في فهم النصوص القرآنية والنصوص في السنة النبوية المطهرة. أرحب بفضيلة الإمام العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. فضيلة الإمام أهلا بكم. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. مرحبا. أهلا بك فضيلة الإمام. بداية فضيلة الإمام، يعني نريد أن نوضح من فضيلاتكم أو توضيح من فضيلاتكم على مدى أهمية اللغة العربية كجزء ومكون رئيسي في فهم الدين وقواعد الدين. هل هي بالفعل تحتل أهمية ومكانة كبيرة أم أنها شيء مكمل وثانوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أرسل الله الرسل بلسان أقوامهم. كان سيدنا موسى يتكلم العبرية، سيدنا عيسى كان يتكلم الآرامية، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم العربية، وذلك حتى يفهمه القوم فيضل بعد ذلك من يشاء ويهدي من يشاء. فإن أنزلناه قرآنا عربيا، فالقرآن لابد أن ندخله من المدخل الصحيح وهو مدخل اللغة العربية، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينزل كلامه إلينا بهذه اللغة الشريفة. واللغة العربية لغة واسعة، فلو عرفت مثلا أن أصول الكلمات في معجم مثل لسان العرب نحو 80,000 جذر، في حين أن أصول الكلمات ومعنى أصول يعني ضاء راء باء، نعم، من نجع وبيضرب وضارب اللي هو المصدر اللي هو الجذر، نعم، الروت، نعم، الجذر اللي هو 3 حروف، نعم، 80,000 يتولى منهم نحو 2 مليون أو 3 مليون كلمة. كلمات في اللغة الإنجليزية 850,000 كما هو في أكسفورد الكبير. فيعني إحنا تقريبا 2.5 مرات لغة من اللغات العالمية الثرية التي اكتفت بها أمم، وهي اللغة الإنجليزية. فاللغة العربية واسعة، واللغة العربية متطورة جدا، فتجد منها الحقيقة والمجاز. النابتة فضلوا يقلبوا كده لغاية ما لقوا قول مخالف لابن تيمية رحمه الله ينكر فيه المجاز في القرآن، وبيقول حاجة لطيفة قوي وهي يعني حاجة ساذجة، وهو أن المجاز معناه الكذب. طبعا المجاز مش معناه الكذب. من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، يعني الضرير هيبقى في الآخرة ضرير؟ لا، من كان في هذه أعمى عن الهداية، نعم، وكان في ضلالته فهو في الآخرة كذلك. فعملوا أزمة، لأن ابن تيمية كان له مذهب في الصفات، يريد حمل ما ورد في القرآن على ظاهره كده، فلم يطعه الأمة وألفوا فيه تأليفات كثيرة وهاجت الدنيا، إلى أن ظهرت بعض النابتة التي تأخذ من قوله. لكن ده مخالف، وده احنا لا يمنعنا هذا من الأخذ من فقه ابن تيمية. يعني بعض الناس يفتكروا مع البلاوي اللي عملها ابن تيمية واحنا بنقول عليها بلاوي ان احنا بقى هنرميه كله، ما عندناش كده. عندنا انه عالم،
من علماء الإسلام يخطئ ويصيب ويتبنى تبني غلط بكذا إلى آخره. ولذلك لما يجيب رأي جيد أو رأي له دلالة أو رأي له دليل ما فيش مانع نأخذ به، ما يجرش حاجة. الـ 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 الحكمة دي افتقدها كثير من الناس، اللي مش معانا يبقى علينا وهكذا، لا الحصر غير كده إطلاق. أنكر المجاز فأنكروا المجاز، فأصبحنا في ورطة بعد إنكار المجاز، وهيترتب معاني خيالية لو أنكرنا المجاز في القرآن أو في السنة أو في لغة العرب. اللغة العربية ثرية بالخصائص بتاعتها، فيها إضافة، في بعض اللغات البدائية ما فيهاش إضافة. يعني احنا عندنا شجرة، وبعدين نقول شجرة مانجا، شجرة جوافة، شجرة نظيف كده هو. لكن هناك شجرة الجوافة ليها اسم، وشجرة المانجا ليها اسم تاني، وشجرة التين ليها اسم تالت وهكذا. لا دي متطورة. لما كان العرب بيسمعوا، والسمع هو اللي بيولد متانة اللغة، فكانوا بيسمعوا عربي صافي، فكان عندهم ملكة اللغة. يقول ابن خلدون انهم لما ذهبوا في البلاد وبدأوا يسمعوا كلام كأنه مترجم، تأثرت هذه الملكة وأصبحنا في ورطة. فقام العلماء من كل جهة وبدأوا يضعون قواعد كلية تضبط هذه الملكة حتى لا تتوه، وحتى يقول ابن خلدون لا يغلق فهم الكتاب والسنة. شوف الكلمة لا يغلق، فلو سبناها كده هيغلق فهم الكتاب والسنة. فوضعوا النحو، ووضعوا الصرف، ووضعوا البلاغة، ووضعوا الأساليب، ووضعوا معاجم اللغة، ووضعوا كل حاجة. اللغة كبيرة 180 ألف جزر. القرآن فيه كام بقى من الجزور دي كلها؟ 1820 جزر من 80,000. من 80,000. لما تقول انه 2000 هو 1820، لما تقول 2000 على 80 يعني 1 على 40 يعني 2.5% من اللغة. في السنة فيهم ال 1800 اللي في القرآن دول، وقصادهم كمان فوقهم لغاية 3600، يعني كمان ايه ضعف يعني. لكن ال 3600 فيهم ال 1800 اللي موجودين في القرآن، في القرآن. يبقى بقينا 5%. لو عرفت ال 5% ده بإتقان هتفهم الكتاب والسنة. وبعد كده بقى فيه يعني مثلا أسد ده رحنا بحثنا عنه في اللغة لقينا له 700 اسم. كانت العرب، شوف بقى هم يلاحظوا الملاحظة دي، 700 اسم ايه ده؟ فيجي يقول اصل العرب كانت اذا احبت شيئا او خافته اكثرت من اسمائه. زي الخمر، حضرتك قلت لنا المعلومه دي قبل كده. الخمره 90 اسم، من بينها القهوه. ومنها القهوه. نعم. لكن ده يفسر لنا هو ليه ربنا ليها اسماء كتيره، لانه بيحبوه قوي. يعني العرب اول ما تشوف الدين جاي باسماء كثيره لرب العالمين، وهم يحبوه قوي ويخافوه قوي، هم طبيعتهم الملكه بتاعتهم كده. ده على الهامش. ولكن اذا اللغه وضعت لها هذا العمود وهذا المحور الذي به فهم القران والسنه. بعد شويه بعد القرن الخامس الهجري بدأت الناس مرة تانية تشكو من فقد آخر لملكة اللغة. يعني في فقد حدث لما الصحابة في القرن الأول طلعوا وراحوا في البلاد، وفي مرة تانية بعد 4 قرون شكوى أخرى إنه دي الطلبة ما ابتدتش يبقى عندها ملكة. ومن هنا بدأت قصة الشرح والحاشية والتعليق والتقرير، كل واحد بيشرح اللي بعده حتى يربي الملكة عند الآخرين. وخاضوا تجربة قوية جدا في هذا، نجحوا وفشلوا.
يعني حصلت نجاحات باهرة وحصل أيضا قصور وفتور لما تحول هذا النظام برضو بمضي المدة. بعد كده في القرن بقى الحداشر والاتناشر تحول محاولة إحداث الملكة إلى شخصنة اللفظ، فقالوا لا وقف مشروع جديد مهمته إيه؟ الرجوع مرة تانية إلى اللغة العربية التي بها الفهم. فقام سيدنا الشيخ عبد القادر البغدادي وراح قال لا تعالوا بقى، ده أنا هحكي لكم الحكاية من أولها. واحد بيقول كده يعني، طبعا احنا بنحول الحاجات دي إلى مناهج وإلى تربية وإلى منتجات بشرية يستطيع العالم أنه يفهم الكتاب والسنة. وألف كتابه الماتع خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، يشرح فيه شواهد المغني. المغني من القدامى؟ لا غيره، المغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام النحوي. ابن هشام لاحظ ملاحظة، هو حفظ القرآن كويس وحفظ السنة كويس وحفظ الشعر العربي وكده، فابتدى يلاحظ يربط كده. قالوا انتوا عارفين المدخل المفتاح ايه يا اولاد؟ قلنا له لا، قول لنا سيدنا الشيخ. قال حروف المعاني، هتفهموا كل حاجة لما تفهموا حروف المعاني. قلنا له فهمنا. قال الحروف نوعين، حروف مباني وحروف معاني. الحروف المباني خدناها في ابتدائي أبا تسجحن، دي ألف به ته ثه جيم حا، اللي هي كانت زمان قبل عبد الملك بن مروان أبجد هوس حطي كلم صعفص قرشت ثخذ ضضهن، 28 حرف. وبعدين جم ورتبوها ألف وأضافوا إليها في الشكل به وته وثاء، بعدين جيم حاء خاء، وبعدين دال ياخدها مع ذا ذال، سين شيء راء زاي سين شين صاد ضاد. وعند السين يختلف المغاربة مع المشارقة في الترتيب. وأصل هذا هو أبجد هوس حطي كلم اللي كانت بتغنيها ليلى مراد. ليلى مراد، واخد بالك ازاي؟ التمان دول اسمهم ايه؟ حروف المباني. اعمل بيهم ايه؟ ابني بيهم الكلمه. عمرو خليل يقدم برنامج والله اعلم، ام يبقى العين مع الميم مع الراء مع الواو مع وهكذا، ام تتكون الكلمات فتتكون الجمل فتتكون العبارات. مباني هي الطوب اللي انا ببني بيها العبارة. وهناك حروف معاني لها معنى انما معناها في غيرها. ساعات تبقى حرف زي البه، بالله تالله والله، وساعات تبقى حرفين عن من، وساعات تبقى ثلاثة الى على، وساعات تبقى اربعة لعل، وساعات تبقى خمسة لكن، ولا تزيد عن خمسة. طب كل حرف من دول، دول كم حرف في اللغة العربية؟ راحوا معدينهم فوجدوهم 90 حرف، 92 حرف. بعض الناس يقول لك 80 عشان في اختلاف، هو ده حرف ولا مش حرف، واخد بالك؟ فاللي قالوا حرف يجيبوا هنا فتزيد العدة، ما جاتش يبقى 80. فابن هشام جاب الـ80 دول حطوهم قدامه كده هو. يعني ايه البيه دي؟ قال البيه دي بتستعمل في القسم بالله، وتستعمل في الابتداء، بدأت بالفاتحة يبقى في الابتداء اهو، وبتستعمل في الدخول على الآلة، كتبت بالقلم حفرت بالفأس، وبتستعمل ممكن تستعمل ظرفية. ممكن تستعمل ظرفية. يعني ايه ظرفية؟ يعني بمعنى فيه ازاي. يقول وانتم ببدر، ببدر يبقى في بدر يعني. ولذلك تلاقي اكتب الكارت بتاعي هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف. ينفع كده البقى تبقى ظرفية يا مولانا؟ اما هو في ببدر اهي وانتم اذل. يبقى اذا البه دي هي الباء دي
تنفع تبقى ظرفية. ادي ابن هشام. طيب كم حاجة كده؟ 56 حاجة. يبقى كده 80 في كده 56. طب الحرف من دول ساعات ياخد كام من 56 اللي ابتدى والقسم والانتهاء وكذا، ياخد والظرفية وإلى آخر 56. ياخد له 9 ممكن، ياخد له 1، 2، 4 يستعمل في واحد حقيقة والباقي مجاز. راح عامل لنا جدول وقال لنا عليه ايه؟ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. الله الله. ادي معايا 80. طب السؤال الثاني يا عم، هو من الحروف دي فيها كم حرف في القرآن؟ 36 حرف. يعني مش الـ80 كلهم؟ قال لا مش الـ80 كلهم، 36 بس. قال طب كان فيها واحد من السنة؟ في السنة لا أكتر كتير، وقد نصل إلى 80 بس هم ما حصلوش 80، هم حوالي 66 ولا حاجة في السنة، لكن في القرآن 36. كل كلمة يا أستاذ عمرو من اللي أنا قلتها لك اتخذ فيها دكتوراه. أكيد يا مولانا، ده كلام أول مرة نسمعه الحقيقة. اتخذت فيها دكتوراه طبعا. العيال النبتة دول منهم لله، لأنهم استهانوا بدين الله. العيال النبتة دول وأساتذتهم منهم لله، ونحن خصماءهم يوم القيامة. احنا لا معانا مدفع ولا رشاش، احنا بنخاطبهم بالحجة والبرهان، وبنبص كده تجاه العلماء. كان سيادنا المشايخ زمان يقول لك مجاور يعني فقير. يعني العلماء الأزهر دول خدوا ايه من زهرة الدنيا؟ ولا حاجة. ولكن الناس دي منهم لله، نبص كده نلاقي ان هؤلاء بعد كل هذا المجهود وكل هذا العلم وكل هذا، عندهم ورع، عندهم تأني، عندهم خوف ان يتكلموا كلمة الا اذا كان لها اصل. ودول يا اخي ليه النهار قاعدين يفتروا على انفسهم قبل ان يفتروا على الله؟ الكذب، وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قلوبهم قاسية. وإنا لله وإنا لله. على كل حال، اللغة العربية، شوف بقى من ناحية المفردات ومعانيها، أو من ناحية الخصائص. الخصائص ألف فيها ابن جني 3 مجلدات كبار، وحققه الشيخ النجار من علماء الأزهر الشريفة. تقرأ إنجليزي ما تعرفش ده لكن بسطه لك وعمله لك وعمل لك فهمك وحط لك علامات الترقيم علشان أفهم. بالخصائص، بمعاني الكلمات، بحروف المعاني. راح بقى سيدي عبد القادر البغدادي قال طب أنا عايز أفهم الحاجات اللي جابها ابن هشام دي، مش جاب لها أدلة يسموها شواهد؟ ايه الشاهد ان كلامك صح؟ فيجيب. طلعت حوالي بتاع يمكن فوق 360 بيت شواهد للايه، للحدوته دي. قال هي ايه قصه ال 360 بيت دول؟ مين اللي قالهم؟ قالهم في انهي زمن؟ قالهم في انهي قصيده؟ كان يقصد بيهم ايه؟ ايه الكلام اللي قبليه والكلام اللي بعديه؟ ايه العمق ده؟ وراح مألف 12 مجلد، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. في هذا السؤال، في هذا السؤال 12 مجلد ومطبوعين، تحقيق عبد السلام هارون. عبد السلام هارون أبوه الشيخ محمد هارون وكيل الأزهر. علشان يقول لك هو ليه الإنجليز ما فلحوش إنهم يغيروا لساننا، والفرنساوية فلحوا في المغرب العربي، الجزائر وتونس والمغرب؟ لأنه احنا عندنا الأزهر، عندنا الشيخ اللي كان بيطوف على البيوت عشان يقرأ القرآن، عندنا الكتاب، عندنا العلماء اللي تبحروا هذا البحر. بارك الله فيكم فضيلة الإمام.
واضح ان بهذا الدور وبهذا الفهم لأهمية اللغة العربية وتراث هؤلاء العلماء والعلماء الأجلاء، يبدو ان هذا هو لب الحفاظ على الدين. سنبحر في هذه القضية وخطورة التساهل في اللغة العربية وسوء استخدام اللغة العربية وخطورة هذا الأمر على فهم الدين مستقبلا. ابقوا معنا.